خبطت الطبخه جوه الغرفه حبه هصره شنطه احذف شطه في الهوا وننام وهنموت النهارده. رايح رحله في شرق اوسط خلاص هصالحك ولا تمشي جوه سجني يعني اروح اجيب لك فرحه ولا تشوف نواقصك ولا نشوف ايه ظروفك. صدقيني غصب عني ياما حاولت ان اشوفك باكل قرص الشمس اسلي نفسي بيه قبل اعصرها مش جامد فشخ دمي تقيل ماليش انا في الهزار دمي فعلا كنتيلك مني وزن الفيل بجري على البيت بسرعه فتلاقيني نزلت كتير جري على البيت رياضه الحدود قضايا مش طالبه معايا هم ولا طالبه اشوف اللي ورايا. بعد كل ده انا الهداف اكيد كداب مش عاوز صوتي يعلى بس صوتي كان هناك بقيت ابيع فلوس بكام بنص السعر اعتزلت الف مره بس قشطه مع ذلك رجعت اكيد فهمت ان الراب ده التسليه مش اكل عيش وزفت اما الباقي موظفين عاوزين فلوس ورزق مش محتاج مجامله اخوك غلاف مجله انا جاي عشان امس عليك انا جاي عشان اتسلى انا الحكم جاي احجز في العيد جاي بومب عايش جوه اوضه صفرا يعني تقولش سبونش بوب وكنت بغرق شوت لب كنت بنهج جبت شوب خدت دش لقيت الاحمر واقف ماسك ليا توت انا المخرج خدت شوت جريت بسرعه على الانتاج تطير عربيه اسعاف في الجو وهعمل حفله جوه تلاب الشباب دي بايظه خالص عاوزه تفصل حبه زي ده حبه 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 وانا مش عاوز غير محبه بينا نعمل جلب رحت حلب ازرع شنب مش جايه باحترام جايه معاكوا بقله ادب رحت كندا انا نجم عاوز من ده وده مش بالساهل يا صاحبي دي ماشيه زق هطلع على المكسيك انت يا زميلي توكسيك سافرت بلاد العالم من الصين محسوبك جاي من الصين خدت تاكسي عشان مستعجل دماغي ثابته جل مش جاي اقلبها ودي جاي حارب مش جاي حل جاي اوزع التماسي جاي اقول انا كنت ناسي جاي اوقف المراسي جاي اكسر الكراسي عاوز بنادول عشان اقدر المواشي ايه خلاص انا ماشي جاي اوزع التماسي جاي اقول انا كنت ناسي جاي اوقف المراسي جاي اكسر الكراسي عاوز بنادول عشان اقدر المواشي طب ايه خلاص انا ماشي جاي اوزع التماسي جاي اقول انا كنت ناسي جاي اوقف المراسي جاي اكسر الكراسي عاوز بنادول عشان اقدر المواشي ايه خلاص انا ماشي.